لازم يتكرموا وكلنا بنقدر جهودهم. نفتخر بهالشباب هدول بنكبر فيهم ودائما دائما يعني هي مو جديدة، دائما الشباب السوري بحقق إنجازات كأنه بالوطن ولا بخارج الوطن. تابعوا المسير بهذا المجال وأنه يعملوا شيء مشان يرفعوا مستوى بلدنا عالي. أكيد بدنا ندعمهم وأكيد بدنا إياهم يستمروا أكثر من هيك، ونحن أكيد صامدين رغم كل الظروف اللي صايرة بالبلد. الشباب السوري معروف يعني وين ما راح بكل الوطن العربي بيكون من أميز الشباب ومن أميز الطاقات العاملة، يعني سواء كانت يد عاملة أو سواء كانت يعني طاقات فكرية وعلمية. فيعني إن شاء الله بيضلوا هيك وبيضلوا رافعين اسم سوريا وين ما راحوا وين ما أجوا الشباب السوري. سوريا كانت ورح تضل تأنجب أجيال بقدروا شو يعني علم، بعرفوا شو يعني علم، ورح نبقى من أوائل الناس اللي بتحب التقدم وبتحب الإنجاز والتطوير والبحث، ونحن وشباب سوريا كلياتنا مع هدول الشباب وبندعمهم وبنقولهم الله يعطيكم العافية. سوريا أنجبتكم ورح تنجب أمثالكم. شيء كتير عظيم إنه إنسان رغم هالأزمة ورغم هالأوضاع وصل لشيء بده إياه وحقق اللي بده إياه، لأنه هاي الأزمة أثرت علينا يعني كلنا شو ما كانت اقتصاديا أو اجتماعيا بكل شيء، يعني حتى منعتنا يمكن إنه نكون نحنا بنفس النجاح اللي ممكن نكونه قبل، بس رغم هيك نحنا تحدينا كل شيء اللي صار، ورغم هيك نحنا عملنا شيء حلو. والكل العالم بيشهد بهذا الشيء. الوطن مو مقصر معهم، لا والله مو مقصر معهم، جامعات وتجهيزات وأجهزة وكوادر علمية وكل شيء. أول شيء اللي احنا نوجه رسالة محبة لهم وشكر، برغم هالظروف اللي عم تمر فيها البلد عم بيمارسوا يعني الجهد اللي عم نزل احنا هوني ضمن الأزمة، وعم بياخذوا هدايا وعم بيجيبوا لنا عنا كهدايا علمية. يعني احنا باسمك كطلاب سوريا كطلاب الداخل بنتشكر لهم كثير، بنقول لهم الله يعطيكم 100 عافية، ونحن بنكبر فيكم وهالوطن راح يكبر بأبنائنا نحن. هذا كله طاقة إيجابية مفعمة بالأمل والحياة.